السلام عليكم. الحين احنا بنروح ستاربكس، بعدين بنمشي الى سبوكان كردلين حق السلفر وود بارك. الوجهة راح تاخذ تقريبا 6 ساعات، والخواجة ما راح يخلينا ننام، راح يصور نوصل ان شاء الله الظهر هناك ان شاء الله، بس الاجواء دي اتوقع راح نتاخر. لا والله شوف الغيم شلون المطر، تقريبا راح نتم هناك يومين. خلكم معنا خلاص. شوف هي كيف تجي الحين، ما باللغز لازم تقول له جواب. اكلمك انا، لازم تفتح اذنك معي. اللغز ما عنده جواب، انت لك جواب. علي ما تصلح معي كذا. دق او حط جوالين فوق بعض، عرفت شلون؟ دق جواله من تحت، لا دق جواله من تحت وجالك اشعار انت علي، فهمت شلون؟ من فوق قال انت اللي دق عليك علي، ادمجوهم من جهتين. لا وطلع الجوال لايفون، لا دق تجيك المكالمة واجهك ولا جاك اشعار من فوق. اندرويد صباح الخير عبد الله. الحمد لله السلامة. شلون ذي تسمونه؟ السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ولد ليكون ذا فندقنا؟ لا ما حجزنا شيء لا العين. ليه ولد؟ نبي نتفاهم على السعر. كلها سولد اوت. عبد الله نظارتك منين؟ اخذها من جوتشي. والله العظيم اقسم بالله لا يشكل عليه شكل. لا اله خليفة. اعطيني احمد نعطيك. وانت لابس غروه ذا الشمس. يعطيك العافية. اسمع يعطيك العافية. ما تبدل انا. تعطيني احمد؟ لا ما تبدل انا. يعطيك عبد الله. تاخذ عبد الله معك؟ انا اجيكم مدفعها. اجيكم خذوني وادفعوا لي الفلوس. مواقف كل شيء بفلوس. عند المول بفلوس. هذه الكوينز. اوكي انا في الداون تاون في البار في كل مكان. الداون تاون المول في الداون تاون. المول ما له مواقف، كل شيء بفلوس. ما له مواقف. والله خايسه ما عجبتني. رجعنا ننام بالخط. حلو خلاص انت روحه و... ايه 3 ساعات النوم بعد 3 ساعات. ايوه ايه. السلام عليكم يا اخي العرب. رمادة. ايه ترى رمادة ما موتيل 6 ولا موتيل 8 سوبر 8. والله نفس الشيء بس مجملينه وخلوه هوتيل. نقول راح خش شوف دخلت انت داخل فيه شم 200 ليلة للكل. 200 للواحد. 200 للواحد. 200 واحد نطلع ب 1200 حق ليله. الفندق ب 1200 دولار للغرفه. لا احط على طول من الحجز غرفتين وست اشخاص. ست اشخاص من البدايه. احنا ما قلنا لك عن غير تشيك ان ثلاثه. تشيك ان ثلاثه مكتوب
بس احنا بنروح نشيك والله معلش باقي ساعة اذا دخلت الفندق راح تنامون ما في تريح ما في تريح ثلاثة ايام في حياتك ذي ما في تريح الوقت لا لا ما بنريح بس بنغير ملابسنا وقعد عفنا يا رجال وبعدين اطلعناكم جعاني يلا يلا طلع الاسبوع هذا حفل تخرج الجامعه هنا فتقريبا 90% او 99% من الفنادق اللي هنا محجوزين ما حصلنا الا صار فندقين حجزنا هذا الفندق ليله واحد قبل ما نطلع من هذا راح نبحث اليوم ونشوف فنادق ثانيه علشان بنغير المنطقه احنا اذا ما حصلنا يمكن راح نتم هنا وكل يوم ندق مشوار نروح للمكان اللي نبغيه ونرجع مره ثانيه لان الحين ساكنين هنا في وسط المدينه الاشياء اللي بنسويها برا المدينه جوانات هناك قريبة بس إن شباب قالوا بيسافروا اليوم في المدينة وبكرة خلاص ننتقل لبرا المدينة ونكون قريب للأشياء اللي بنسويها إن شاء الله نحصل فندق أصلاً قريب برا المدينة خلنا نشرح لك الحين لا لا والله الحين إحنا هنا أوكي الأشياء اللي بنسويها السيلفر وود هنا المشوار اللي ناخذه الساعة وشوي كل يوم ساعة وشوي أكثر من الساعة أكثر فهمت شلون نروح نسكن هناك احسن لنا اوكي شوف اهم شيء اشيك الانترنت عشان ارفع الفلوقات دقيقه انترنت زفت الانترنت زفت معروف بناطق كلهم امريكا الله يكون في العون اذا الانترنت زفت كذا يعني يبي لي يومين عشان ارفع فلوق واحد الحمد لله على السلامه الله يسلمك كيف الحال شلونك شلونك شيل يا اخوي خل اشوفك مره في حياتي قبل ما اموت قبل ما اموت يعني ايه الحمد لله على السلامة كيف كانت النومة؟ لا مية مية ايش يقول لك اول ما ركبت السيارة؟ قلت تصوم بالسلامة تصوم بالسلامة ونمت ها؟ كان عندي مشروع ثاني مرة ما نام ما في ثاني مرة ما نرجع اصلا بوزمن لا شوف ما نرجع من هنا شوف ايش نقول له؟ ايش نقول له؟ ايه احنا بننام وانت الله يسر عليك تخيل يسوون كذا شو تسوي؟ والله انا معهم يرجعون يوم كنت صغير كنت اسحب على الناس ايه كنت اقول لهم روحوا جيبوا حذائنكم تجون تلقوني يروحون ياخذون حذائنهم ويجوا ما يلقوني تسوي لهم كذا؟ لا هم يسوون فيني زي كذا ايش لك انا اللي ابغى اصير خويهم ما هم اللي سيارتك ترى يا رجال يجيبون سياره بسيطه بسم الله عبد الله كانك جاي مع فريق كوره بس ما بجاي عليك بس اوكي دخل يا دخل او في قاعده تروس ما حصلوها احنا ما لقينا غير فكره ترى الغرفة يا عبد الله عبد الله تعال بس في غلط هنا كيف هنا 50 شوي يصير 70 وهنا 80 ال 50 شو تسوي لحالها غرف كذي يعني الجهة الثانية في كذي في اسمع شو الحركة البايخة ذي قديمة حطيتها شنو راس الجديد قالت اتس ايش از نيو بيرسون اوكي 250 ومن ساعة قلنا تعالوا 252 هنا حصلتوه؟ احنا ناقصين الغرف جات اخذت الورقة ونزلت بتشيك لان 50 هنا وشوي 70 وهنا 80 اللوبي رقوا مع الاسانسير فوق هذه صح؟ مع عبد الله ها؟ So it's 282 اوكي We wrote their number wrong يعني هم خذوا الـ300 يمكن هي فيها فيو اللي عندهم افضل يمكن افضل يمكن يعتبر ذي مو بكويسه بس لا الحمد لله نروح ناخذها منهم الحمد لله 40 ناخذها منهم والله كويس الفيو والله انه مره ها نطبق بس توقع توقع تشوفون عبد الله شوي هنا يسبح دقيقه وبالنظاره شفت الفيو حقهم اقول لك افضل افضل انه على طول يطلع على الجهه
يعطوني يفتحون النار. شوف 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 كيف يطلعون، شوف كيف شوف كيف افضحوا والله افضحوا سكروها خلاص قالوا يدورون القبلة هم شلون؟ القبلة القبلة يبغون يبدلون معنا. اوه ما عندهم بلكونة. تزيدونا فلوس زيادة بتزيدونا بنبدل. عندهم بلكونة من هنا شوفوا ما يشوفوها. اسكت اسكت ما يدرى ما يشوف ما يشوف خلهم يبدلوا معنا. ها ها اقلع بس ما اسمع شيء ايش يقول. اي في بلكونة مني. اسكت اسكت اجمع اسكت ما يدرى. اي قاعدين يلبقون صدها 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 ما شاء الله عليك صدها ما بعرف افتح الباب والله كم اغبياء لا تشغل له طلع ذكي والله اكسون ترى مش مذكر والله ذكي يا خوي ما شاء الله ما شاء الله ما يبون يبدلون الحين خلاص تبدلون تبدلون لا الحمد لله طلع في حركه اني اشبك اسوي فندق نفس حساب يعطيني سرعة انترنت أعلى. كان واحد الحين على الأقل 9 أفضل. كيف الأجواء عندك هنا؟ والله الأجواء جميلة. إيش رأيك خليفة؟ ننهي الفلوق الحين نبدأ في الثاني، كنا في قبل الطريق بس. عشان نكون مقاسين. تكفي الأجواء أصلاً. إي خلاص. بكرة احنا نسوي أكتيفيتي هذا. إيه. ففي نهاية الفلوق هذا، الفلوق هذا كله الطريق. طريق. أجواء حلوة. حلو والله يعني طبيعي ايه بتنقهرون شوي بس ما عليه صبحونا يدعون علينا ما والله ففي نهاية الفلوق لا تنسوا الاشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع والسلام عليكم طبعا الحين احنا طالعين راح نبدأ الفلوق الثاني فانتظرونا الفلوق الثاني